إذن هذا الملف الذي سنناقشه الآن يندرج تحت هذا السؤال: كيف لتركيا أن تسعى إلى إضعاف مصر عبر تحالفاتها مع إيران انطلاقا من بيروت حتى تصل إلى طرابلس الليبية، أو من طرابلس اللبنانية إلى طرابلس الليبية كما كان في عنوان هذا المقال؟ سأشرح والأمر أكثر ثم أناقشه. حادث انفجار مرفأ بيروت سلط الضوء على المصالح التركية الإيرانية المتشابكة في لبنان من جهة، ومساعي أنقرة الحثيثة لتنفيذ مخططاتها لبسط النفوذ في المنطقة وتحجيم دور القوى ذات التأثير الفاعل فيها تاريخيا من جهة أخرى، وخصوصا مصر. إذ أشار تقرير لمركز أبحاث جامعة بار إيلان الإسرائيلية إلى أبعاد الحراك التركي في لبنان وخطوات أنقرة الاستفزازية في شرق المتوسط، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق بمخطط استراتيجي تركي يتمحور حول إضعاف مصر عبر محاصرتها من جميع الجهات بقوة، وأيضا من خلال جهات معادية لمصر. التقرير أفاد بوجود معلومات تؤكد أن شحنات نيترات الأمونيوم المشؤومة في بيروت كانت مطابقة للمادة الموجودة في شحنة تم حجزها في اليونان أثناء عبورها من تركيا إلى ميليشياتها في مصراتة. هذه المعلومات بحسب التقرير البحثي أكدت على التعاون الدفاعي المتنامي لتركيا مع إيران ومصالحها الاستراتيجية في لبنان، المصالح تتصالح. كما سلط التقرير الإسرائيلي الضوء على الدعم الذي تقدمه تركيا لجماعات متطرفة في لبنان، ولفت الانتباه إلى محاولات تركيا تعزيز التجارة والسياحة مع لبنان في مسعى منها لتعزيز نفوذها في هذا البلد. من بين هذه المحاولات فتح خط بحري لنقل الركاب من مدينة طرابلس اللبنانية ومدينة مرسين التركية عام 2012. وفي حال نجحت أنقرة في كسب لبنان لجانبها، فهذا من شأنه أن يقوي موقفها في الصراع الدائر حاليا في شرق المتوسط مع مصر واليونان ودول أخرى. ويخلص التقرير إلى أن تركيا تهدف من خلال هذه الخطوات لمحاصرة مصر وإضعافها من خلال ثلاث جهات، وتوريطها في حرب استنزاف في ليبيا على عدة جبهات، ونزاع مسلح أيضا مع أثيوبيا من خلال سد النهضة، بالإضافة إلى جبهة بحرية عبر تقويض تعاون القاهرة مع الصومال وأثيوبيا، ما يفتح الباب أمام تهديدات القراصنة والتهريب وحتى الإرهاب، وهو ما من شأنه أن يشتت تركيز القوات المصرية. هل تنجح تركيا أو هل يمكن أن تؤدي إلى نتائج في هذا المخطط؟ هذا الموضوع سأناقشه بالتفصيل مع المحلل السياسي الدكتور محمد القواص، ومن القاهرة الدكتورة هدى رؤوف، مدرس العلوم السياسية في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة. دكتورة هدى أهلا بك. دكتور محمد أهلا بك. دكتورة هدى، أبدأ معك الحقيقة من القاهرة. مخطط إضعاف مصر من قبل
تركيا يعني معروف، لكن الجديد هذه المرة أنه عبر شراكته أو تحالفاته مع إيران من خلال لبنان، وتحويله أو حراكه من لبنان إلى يعني المدن الليبية والموانئ الليبية الأخرى ومحاصرته بهذا الشكل. إلى أي حد يعني هو له أرضية بهذا الشكل، ولا أي حد يمكن أن يؤثر؟ تحية طيبة لحضرتك. الحقيقة التنسيق أو التعاون ما بين تركيا وإيران سواء كان فيما يتعلق بلبنان أو غيره وتداعياته على مصر، بنجد أن هذا التنسيق بيجد أرضيته في حاجة الطرفين لبعضهما، بمعنى أن إيران وتركيا في احتياج شديد جدا للتعاون وتنسيق المواقف فيما يتعلق بكثير من الملفات في المنطقة، وبالتالي نقدر نقول أنهم استطاعوا أو تمكنوا من أنهم يستفيدوا من أو هم في صدد يعني الاستفادة من أزمات الإقليم. إحدى هذه الأزمات بالطبع طبعا ما حدث في ليبيا وما يحدث في لبنان بعد أيضا انفجار المرفأ بيروت. في الحقيقة طبعا تركيا بتريد أن يكون من خلال التأثير أو من خلال علاقتها مع إيران ومن خلال علاقتها مع حزب الله أن يكون هناك تأثير على لبنان. التأثير على لبنان هيكون مرتبط إما بالتعاون مع يعني بعض الجهات يعني او الجماعات في لبنان المرتبطه بجماعه الاخوان المسلمين مثل في مدينه طرابلس اللي بتمركزوا فيها، او احيانا من خلال فكره ان لبنان وانها موجوده على حدود البحر المتوسط، وبالتالي فكره الصراع بقى بشكل اوسع المرتبط بغاز شرق المتوسط، واللي طبعا تركيا لديها يعني صدمه شديده جدا من يعني فكره طبعا عدم التعاون معها من خلال عدد من الدول اللي بترفض السلوك التركي اللي هو بيريد ان يفرض سيطرته على شرق المتوسط. وبالتالي نجد ان لبنان من هنا ظهرت كاحدى الابواب التي تريد تركيا من خلالها. تركيا وايران اعداء مثلا في الملف السوري، يعني تركيا وايران اعداء في الملف السوري مثلا، تجديهم في الملف اللبناني ممكن ان يتصالحوا في نقطه معينه، يعني هذا هو الاستغراب شويه دكتور عود. لان هقول لحضرتك استاذ محمود، الحقيقه ان يعني زي ما حضرتك بتشير الى ان يعني تركيا وايران هم اعداء وخصمان وكل مصالحهم مختلفه تماما فيما يتعلق بالملف السوري. ولو رجعنا للتاريخ هنجد ان طبعا كان هناك العداء الشديد ما بين الدوله العثمانيه وما بين الدوله الصفويه، وبالتالي هذا التنافس ما بين الطرفين بالطبع موجود وموجود حتى هذه اللحظه. لكن نقدر نقول بشكل واضح ان بعد 2011 والاضطرابات اللي شهدتها المنطقه الطرفين حاولوا ان هم من خلال تداعيات 2011 ان هم يستفيدوا من الازمات اللي شهدتها عدد من الدول، وبالتالي التنافس موجود في الخلفيه فيما بينهما، لكن هم يحاولوا ان هم ينسقوا فيما بينهم. طبعا ايران في احتياج شديد جدا لتركيا، وده طبعا بسبب العقوبات الاقتصاديه بسبب العزله الاقليميه. ايران بتحاول بشكل ما من خلال تعاونها مع تركيا من خلال تعاونها مع قطر ان تخفف من عزلتها الاقليميه المفروضه عليها بسبب سلوكها. ايران نقدر نقول وتركيا ما يحدد علاقتهم بشكل رئيسي او التعاون فيما بينهم هو العامل الاقتصادي، المصالح الاقتصاديه وايضا المصالح الجيوسياسيه اللي طبعا سببتها او خلقتها ازمات دول المنطقه. فنجد مثلا ان ايران تعتبر مورد رئيسي للنفط لتركيا، تركيا تستورد النفط الايراني، وبالتالي يعني ايران ايضا هي مورد رئيسي للغاز لتركيا، وبالتالي واضح تركيا قد تمثل لايران في بعض الاحيان باب للاسواق الاوروبيه فيما بعد، يعني اذا رفعت عنها العقوبات او ما الى ذلك، وبالتالي هناك يعني مصالح اقتصاديه ومصالح جيوسياسيه يعني، وهذا التبادل في الاخر ممكن يوجد هذه المصالح ما بين الطرفين. طب دكتور محمد القواص، دكتور محمد، يعني مصر نجحت في ترسيم الحدود مع اليونان، يعني كسبت اليونان وكسبت قبرص وكسبت أيضا إيطاليا في معركتها في الغاز في شرق المتوسط، وعملت منتدى غاز شرق المتوسط وعملت شغل يعني في هذا الموضوع. يقولون تركيا تريد أن تلعب نفس اللعبة مع مصر، بمعنى إذا كانت مصر أخذت اليونان وقبرص فتركيا ممكن تريد تأخذ لبنان معها في معركتها في غاز شرق المتوسط عن طريق المؤثر الأكبر في لبنان وهو إيران. لكن يعني هل هذا الأمر بهذه البساطة ممكن يحصل؟
طبعا أنا قرأت التقرير، أعتقد أن هناك كثير من المبالغة. أولا صحيح أن لتركيا يعني خطط تتعلق بكيفية إضعاف في مصر، لكن هناك فرق ما بين أن تقوم تركيا بتنظيم خطط وأن تكون قادرة على تنفيذ تلك الخطط. ثانيا أن البوابة اللبنانية هي بوابة ضعيفة جدا بالنسبة لتركيا، لا تستطيع إيران أن تتخلى عن نفوذ عمره عقود داخل لبنان من أجل تقديم خدمات لتركيا. وثانيا أيضا أن تاريخ النفوذ التركي لا يمكن مقارنته بتاريخ النفوذ الفرنسي أو النفوذ الأمريكي أو النفوذ الإيراني أو النفوذ السعودي مثلا، أو حتى النفوذ المصري في لبنان. والنقطة أخرى إضافية أن تركيا حتى الآن تحاول قدر الإمكان أن تتبرأ من أي سياسة يراد منها نفوذ داخل لبنان. سفيرها في تركيا، دعني أقول، يعني عقد اجتماعا مع الصحافة اللبنانية ليقول أننا لا نتعامل إلا من دولة إلى دولة، وليس لنا أطماع وليس لنا أيضا أي شبكة معينة. بغض النظر عن صحة ذلك، ما ثبت حتى الآن أن للأتراك علاقة مع تركمان لبنان، علاقة مع بعض الجماعات الإسلامية في لبنان، لكن هذه العلاقة ما زالت علاقة تجريبية. وأيضا أكثر من ذلك، أن لبنان هو مساحة لما هو متاح. لبنان هو مكان بإمكان الأتراك الإيرانيين الفرنسيين الأمريكيين أن يجربوا داخله إمكانية تسجيل هذا النفوذ، لكن تركيا حتى الآن لم تفصح، ولا أعتقد أنها تملك كثير من الأوراق بمنافسة هجوم دولي كالهجوم الفرنسي أو الهجوم الأمريكي هذه الأيام. صحيح أنه كان ظاهر هذه المنافسة عندما زار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لبنان، ثم تلاه نائب الرئيس التركي وزير الخارجية في هجوم مضاد، لكن واضح جدا أن الأتراك لا يملكون ما تملكه فرنسا. إضافة إلى ذلك أيضا أنه لا يمكن للأتراك أن يؤثروا على مصر من خلال لبنان، وخصوصا أن هناك يعني معارضة حاليا أوروبية، هناك تحفظ أمريكي، هناك ارتباك تركي في ليبيا وهو أكثر قربا من مصر. لذلك أنا أشكك بإمكانية أن يسجل الأتراك شيئا ما، علما أنهم يحاولون أن يكون لهم موطئ قدم، وهذا إنذار أيضا لكل البيئة العربية في هذا الشأن، تحدث موطئ قدم في لبنان. جميل. ترى هدى، يعني بالنسبة للمعركة التي يسعى إليها أردوغان، وهي معركة كسر عظم بالنسبة له، يعني 345 تريليون قدم مكعب غاز و 3.5 مليار برميل، يعني وعدد يعني من هذه الأشياء، هو يعني غاز ونفط شرق المتوسط هو الكعكة التي يريدها أردوغان. مصر لعبت سياسيا، وأنا أسألك هنا عن ترسيم الحدود مع اليونان، اتفاق منظمة إقليم الغاز اللي مصر عملتها في الفترة الماضية، أو منتدى غاز شرق المتوسط، إلى أي حد هو يعني غير قابل للاختراق السياسي من قبل أردوغان؟ هو يحاول اختراقه، لكن إلى أي حد هو محصن؟ يعني إذا 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 في إيطاليا كمان وفرنسا مثلا تؤيد. في الحقيقة طبعا يعني عسكرة السياسة اللي بيتبعها أردوغان بشكل واضح جدا في ليبيا، واستعراض القوة اللي بيحاول يعني يظهره في شرق المتوسط من خلال المناورات ومن خلال التصريحات وسلوكه في ليبيا، كل هذا يعني أدى إلى استياء شديد جدا حتى داخل، يعني بنتكلم على حلف الناتو، يعني المفروض تركيا هي عضو فيه، وبالتالي هناك موقف من جانب دول الاتحاد الأوروبي طبعا تجاه ما يحدث من أردوغان، أيضا فرنسا وإيطاليا. وبالتالي أنا بتصور أن الموقف هو هيكون فعلا يعني المنظمة منتدى شرق المتوسط أو التعاون ما بين الدول، لأن جميع الأطراف متناسقة أو يعني متناغمة فيما بينهم، لكن هنجد أن تركيا هي الوحيدة التي تريد طبعا يعني في نوع من فرض محاولة أنها تفرض الهيمنة أو العظمة في شرق المتوسط.
لكن ربما ده كان سببه برضو ان الفترة اللي فاتت كان هناك بعض التعاون او التقارب الى حد ما اللي بدأ يحدث او تحسن في العلاقات مع اسرائيل، يعني تركيا واسرائيل، وبالتالي ربما تركيا من جانب اخر تحاول اجتذاب لبنان كما اشرنا في بداية الفقرة، يعني من خلال التعاون من خلال حزب الله ومن خلال ايران في لبنان، ومن جهة اخرى من خلال تحسين او محاولة تقوية العلاقات مرة اخرى مع اسرائيل. ربما اسرائيل وقعت، يحاول اردوغان من خلال هذان المدخلين، منتدى غاز الشرق المتوسط في القاهرة اسرائيل وقعت وعضو فيه. بالضبط، وبالتالي يعني هي الفكره ان يعني كان في يعني على خلفيه كورونا ومكافحه الوباء كان هناك بعض التعاون ما بين تركيا وما بين اسرائيل، وكان هناك يعني حديث عن عوده العلاقات بشكل اقوى، وبالتالي ده كان سببه ايضا او الدافع ليه في تصوري كان هو ما يحدث في شرق المتوسط ومحاوله اردوغان ان هو يخترق هذا المنتدى او التعاون ما بين الاطراف الموجوده. طيب دكتور محمد القواس، اعود اليك مرة أخرى، وهي أنه واضح أنه أردوغان فتح على نفسه معارك كثيرة، وهو يعني كما يقولون المثل طلع الشجرة ومش عارف ينزل، وبالتالي أنتم عنده معركة مع اليونان ومع الغرب ومع فرنسا، وعنده معركة في ليبيا مع أطرافها في مصر والدول العربية، وعنده معركة في أفريقيا، وعنده معارك كثيرة، ومعركة في سوريا، ومعركة في العراق، معارك كثيرة جدا. فكرة، طالما احنا بنتكلم على فكرة إضعاف مصر، ما الذي يمكن أن يفعله في إطار يعني ما مارسه حتى الآن، إرسال مرتزقة، السيطرة على ليبيا، وجوده على في طرابلس، كيف يمكن أن يدوم هذا التواجد التركي والتأثير التركي؟ في الكلام منذ قليل حول هذا التنسيق ما بين الإيراني والتركي، دعني أيضا أتبرع بمقارنة في الأسلوب السياسي ما بين إيران وتركيا. الأسلوب الإيراني هو أن تذهب إلى ميدان معين وتصنع مشكلة، وبعد ذلك تقول أنا أتبرع لحل المشكلة، وأعتقد أن هناك يعني نسخة طبق الأصل تطبقها تركيا. يجب الاعتراف أن هذه النسخة أيضا بدأت ناجحة حتى الآن، أصبحت تركيا رقما في ليبيا، أصبحت رقما في العراق، وأصبحت رقما في سوريا، وهي حاليا رقم في شرق المتوسط، وتريد أن تكون أيضا رقما في بيروت أو في أماكن أخرى في المنطقة. لكن إلى أي درجة بإمكان العالم أن يشتري هذا الرقم وهذه الشراكة الجديدة؟ أعتقد أنه مثلا أنه أن يتحرك الأمريكي حاليا بشخص وزير الخارجية الأمريكي باتجاه قبرص لإيجاد حل معين، الأتراك يعولون على مساعدات أمريكية تعيد تعويم الشأن التركي في هذه المنطقة. طبعا هذا يندرج أيضا فيما يجري في العراق أو في سوريا أو في ليبيا. هنا نعتبر أنه الأتراك بإمكانهم، لكن بالمقابل الرد المصري، التنسيق الداعم. كلمة أخيرة، الوقت انتهى عندي دكتور القواص، أنا بعتذر، شكرا جزيلا. وقت البرنامج انتهى. المحلل السياسي دكتور محمد القواص، دكتورة هدى رؤوف أستاذ علوم سياسية، شكرا جزيلا لكما.